Let's fight together for what we believe in. لنقف جنبا إلى جنب في حركة تضامنية من أجل النضال المشترك والدفاع عن حقوقنا. اليوم الانطلاقة من جملة 9 جهات صفاقس اللي جاتنا الرفيقة الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات ومرحب بها وشافت على عينها التجمع الضخم والمسيرة هي رسائل أنه إذا ماشي تمادى فيها رسلت عدد كبير من القطاعات وشيطنت كل القطاعات راه الاتحاد مش يوقف مش يحمي البلاد مش يوقف لبلاده وهذا دورنا. جاء في إطار حملة ممنهجة للتشويه قيادة الاتحاد، كذلك جاء في إطار الحملة تاع اعتقال أنيس الكعبي بالكيفية هيك بالوحشية هيك بعد تعليمات اللي أعطاها رئيس الدولة في ثكنة العوينة، كذلك محاكمة النقابيين. الحملة الممنهجة ما سميوا بتنسيقيات وحراك 25 جويلية يوميا يشوهوا في قيادة الاتحاد ويشيطنوا. اليوم كذلك الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، احنا منظمة وطنية حب من حب وكره من كره، حتى واحد يجي يعمل لنا المربع الاجتماعي متاعنا. احنا قدمنا الشهداء، قدمنا شهيد مؤسس الاتحاد من اجل دحر الاستعمار. اليوم الاعتقالات، الكيفية الاعتقالات اللي صايرة اليوم، الهجمة على الصحفيين، الهجمة على المحامين، الهجمة كبرت قاعدة تكبر بعد ما تعديت القضاة، بعد الشيطنة اللي قاعدة تصير الشعبوية في قرارة الشعبوية، الناس كل فساد، الناس كل خونة إلى غير ذلك. اليوم أبناء شعبنا قاعد يزدادوا فقرا، اليوم القدرة الشرائية دهرت بشكل كبير ياسر. اليوم انه بعد فشل الذريع في الانتخابات التشريعيه وفشل كبير جدا وعبر عليه الشعب بمقاطعه الانتخابات اللي يحكيوا عليها 11%، طبيعي جدا اليوم تخل في اعتقد في شعبويه اخرى، هو الحمله تاع الاعتقالات والحمله تاع بما منطقه انك انت تعتقل وبهك الطريقه ثم تمشي للداخلية وتقول راهم مجرمين ومرهبين وإرهابيين، راه خطير جدا. أنا عشت تجربة 85، نفس المؤشرات اللي قام بها مزاري الله يرحمه في حملة الشيطنة، في منشور 10 اللي هو تو منشور 21، في تضييق على النقابيين في أداء واجباتهم، في محاكمة نقابيين، في التهم الملفقة، في فقاقيع دكاكين متاع ما سمي بالتعددية النقابية، نفس المؤشرات تاع 85 تعاد اليوم.